وينضم إلينا مباشرة من الرياض محمد السقاف، مدير عام الهيئة العامة للأثار والمتاحف القائم بأعمال وكيل الهيئة العامة للأثار والمتاحف. مساء الخير سيد محمد، بداية برأيك ماذا يجب على السلطات المعنية فعله لحماية الأثار اليمنية والحد من نهبها وبيعها في السوق السوداء؟ عبد الله، مساك اختي العزيزه وجميع العاملين في قناه باب النشره والمشاهدين الكرام. اليمن لا يمكن نعالج هذه الظاهره بمنعزل عن الواقع اللي تعيشه اليمن. فخلال 50 سنة الماضيه البلد مزقته الحروب والصراعات واصبح منهك تماما، وهذا انعكس على الوضع الاقتصادي والمعيشي في اليمن، مما ادى انه الانسان فقد هويته وانتمائه لهذا الوطن، واصبح ممكن يتاجر باي شيء. إضافة إلى أن عزوف غياب الوعي المجتمعي بشقيها الرسمي والأهلي لمجابات هذه الظاهرة، وأيضا دخول عناصر نافذة في الدولة أعاقت الاهتمام بالآثار ورفض الميزانيات، لأن بعض منها استغلت هذا الوضع وقامت بالمتاجرة بالآثار وتهريبها إلى الخارج. فجهودنا نحن في الهيئة العامة للآثار جهود متواضعة بتواضع الإمكانيات الذي المرصودة في هذا الجانب، ومع ذلك نحن نسعى من خلال العمل مع شركائنا الخارجيين ان نستقطب كثير من الموارد الماليه للخروج من هذا الوضع المأزوم. فلا يمكن نحن ننعزل يعني كجهات رسميه معنيه بحمايه الاثار دون اصطفاف مجتمعي، بشقيه الرسمي الاهلي، تسخر ويكون هناك وعي باهميه الحفاظ على هذا التراث باعتباره تراث يهم الوطن ككل وليس العاملين في مجال الاثار. عمليه الاستنزاف مستمره والاوضاع متدهوره، وكل هذا يحدث والدولة منعت الحكومة من أي بنفسها عن هذا اللي يحدث، وتركتنا نحن في الهيئات المختصة المعنية بالتراث مواجهة مع هذا الوضع المأساوي. طيب سيد محمد، هل تشمل هذه الجهود أيضا التواصل مع دول وجهات خارجية لاسترداد ما تم بيعه من آثار يمنية في الخارج؟ طبعا نحن نسعى الآن إلى تصحيح هذا الخلل وتنمية العلاقة مع المجتمع الدولي في الخارج من خلال الدخول في اتفاقيات الدوليه الخاصه بحمايه التراث الثقافي، اتفاقيه عام 70 واتفاقيه لحمايه استرداد الممتلكات الثقافيه، وايضا اتفاقيه لاهاي لعام 54 والبروتوكول الثاني في عام 99 الذي يعطي لليمن الحق في متابعه واسترداد القطع الاثريه. لكن هناك يجب ان يسبق هذا الجهد الخارجي وتفعيل هذه الاتفاقيه، يجب ان يسبقه جهد من الداخل من خلال العمل ضمن مصفوفه متكامله، تكثيف منابع والنبش اللي يتعرض من خلال تأمين المتاحف وتوفير الرقابة الرقمية عليها والبشرية، أيضا إسقاط المواقع الأثرية وتأمينها وتصويرها وإسقاطها فلكيا على الخارطة ومراقبتها أيضا فلكيا، أيضا تعزيز الرقابة على المنافذ البرية والجوية والبحرية بكوادر مختصة لمراقبة عمليات الإيجاد بالآثار ونظم المشروع، تأمين الطرق البحرية والسواحل والموانئ الغير مراقبتها من خلال خفر السواحل، تعزيز الحمايه على المواقع الاثريه وتفعيل دور شبكه الاثار. ايضا رفض الهيئه بميزانيه تشغيليه تستطيع من خلالها تدريب كوادر متخصصه وتنظيم وتوسيع القدرات البشريه من خلال ابعاث الطلاب للحصول على دورات تدريبيه في مجال مكافحه الارهاب. فالعمل لن يكون منعزل، يجب ان العمل ان يكون كمنظومه متكامله داخليا وخارجيا للحد من هذه الظاهره. طيب برأيك ما هي الآثار المترتبة على سرقة ونهب الآثار اليمنية التاريخية والعريقة على الحاضر وعلى المستقبل؟ طبعا الآثار هي ليست مجرد كتل إسمنتية، وإنما هي نتاج عملية ثقافية تؤكد وتجسد دور الإنسان، في وإسهامات الإنسان اليمني على طول العصور السابقة يعني وخدمة التراث الإنساني العامي. فكثير من القطع الأثرية تعبر عن هوية هذا الوطن، لا وطن بدون هوية ولا هوية بدون وطن. فلا بد نحن أن نحن نسعى جاهدين لكي، لأنه تدمير الآثار وتشويهها وتدميرها يفقد الوطن أهميته، فهي البنية التحتية التي ممكن خلالها استقطاب وتنمية الموارد الاقتصادية في البلد. هي صناعة أصبحت بحد ذاتها، تستطيع الدول منها أن تبني نظام متكامل من السياحة في جميع المرافق من خلال الآثار، من خلال المتاحف، من خلال المواقع الأثرية والمعالم الأثرية والشواهد. اليوم أصبحت الأثر هو جزء من أهم الموارد الهامة. في تقرير الاتحاد الأوروبي في عام 2002 يؤكد بأن العائد من السياحة في ظل أوضاع متدهورة في حين الأمنية يعتبر كان مرتبة ثانية إلى جانب النفط،
فتخيلي انها في ظل هذه الاوضاع، بظل الوضع المختل امنيا من خلال الخطابات اللي كانت، الا انه كان هناك مورد حقيقي اسهم في تنميه الموارد الاقتصاديه في البلد. فعلينا ان نحن ان نوفر البيئه الملائمه من خلال تكاتفنا رسميا ومجتمعيا وكل اجهزه الدوله الامنيه والقضائيه في الحد من هذه الظاهره، باعتبارها تؤرقنا جميعا، ويجب ان نوضع حلول جذريه من خلال وعي الحكومه لمسؤولياتها التاريخيه من خلال رصد الامكانيات. فيكفي ان تعلمين بان ما يصدر للقطاع الاذى لا يشكل صفر في المليون من عائدات ومن ميزانيه الدوله، ولا يوجد اي اهتمام. فكثير 25 متحف من المتاحف تعرضت لدمار جزئي وكلي طيله فتره الحرب، لم نجد اي مبالغ لاعاده تاهيله وتامينه والحفاظ على مقتنياته. يجب ان نعمل على تجميع هذه القطع كلها، ونعمل سجل وطني بهذه القطع حتى يستطيع الباحث والعالم من الاستفاده منها، وايضا مكافحه عمليه سرقتها نستطيع العثور عليه من خلال الارقام المتحفيه اللي موجوده. فالعمل يجب عمل ان يكون عمل مكتمل، عمل مؤسسي تنسجم فيه الجهات المختصه المشرفه عليه مع جهد مجتمعي مع جهد رسمي. هذا بكل الامر الذي يجب ان يقوم به من اجل ان نحد بظل. لا يمكن ان يكون العمل متكامل، ولكن هناك ممكن ان نحاول نتجاوز الاوضاع اللي نحن نمر فيها حاليا. أنا أشكرك على هذه المداخلة. كان معنا مباشرة من الرياض محمد السقاف، مدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف، القائم بأعمال وكيل الهيئة العامة للآثار والمتاحف. شكرا جزيلا لك.